السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعلم في هذا اليوم في هذا الفيلم طريقة تحضير الشاي بالطريقة الصحيحة والعلمية. طبعا بالبداية نضع مياه ساخنة، طبعا للاقتصاد بالوقت. نضع المياه الساخنة طبعا للاقتصاد بالوقت. نضع بريق الشاي على النار. طبعا هو ما يستغرق وقت طويل لان هو اصلا اخذ من المياه ساخنه، فاقتصاد الوقت على السريع حيسخن الماء. ننتظر لكي تصل الى درجه الغليان، ثم نضع كميه الشاي المطلوبه. ننظر الان المياه الساخنه ولكنها لم تصل الى درجه الغليان. الطريقه الصحيحه عندما تصل درجه الغليان نضع كمية الشاي المطلوبة حسب طبعا أعداد الأكواب. الآن وصل إلى درجة الغليان، نضع الكمية المطلوبة من الشاي. طبعا قلنا كل كوب ملعقتين كوب، كل كوب 2 ملعقة كوب. أما إذا صار كوبين فأربع ملاعق كوب. نترك الشاي لمدة خمس ثواني على النار ونرفع الشاي. نضعه في مكان قريب بجانب النار، وطبعا نوطي النار أو نص النار. المهم بريق الشاي يكون ملصق مع النار الهادئة أو النار البطيئة أو النار الخفيفة. نتركه لمدة، أكو بعض الناس يطلبوا يعني شاي خفيف لمدة 3 دقائق، وأكو بعض الناس يطلبوا 5 دقائق يتركون الشاي، وأكو بعض الناس يحبوا لمدة 7 دقائق. فأنا من النوع اللي أحبه 5 دقائق. اتركه على النار الهادئة لمدة 5 دقائق. طبعا اكو هواي ناس يخطئون يخلون الشاي على النار، ف الشاي من يفور يعبر 5 دقائق وهو على النار، ف اكو مادة بيها مادتين هو الشاي، مادة نافعة اللي هي مادة الطيبة التي نتذوقها، وأكو المادة الثانية بها مادة سمية. فمن يسخن يظل يفور يظل يغلي، تطلع هاي المادة السمية مما تؤدي إلى رائحة كريهة أو طعمة غير طيب أو شاي محروق. فأحسن طريقة حتى ما نطلع هاي المادة السمية المضرة بالجسم، نضع بريق الشاي بجانب النار، نار هادية طبعا حتى لا يحترق الشاي. هسه نتركه 5 دقائق، واكو بعضهم قلنا 3 دقائق واكو بعضهم 7 دقائق حسب الرغبة وحسب الطعم. بعد مرور خمسة دقائق نرى ان بثل الشاي الاوراق الشاي نزلت الى الاسفل، يعني حتى هذا دليل بانه صبغه الشاي او الشاي حسب الطريقه الصحيحه بانه حاضر للشرب. انظر الى اوراق الشاي نزلت الى اسفل. هسه طبعا نطفي النار ونجيب القدح.
نلاحظ ان لون الشاي لون هادئ، لون فاتح، قريب للفاتح او قريب لل الطعم جدا جيد، اللون جدا جيد، الرائحة جيدة. طبعا الشاي موجود أنواع كثيرة متعددة ومتنوعة وأسعار مختلفة، وطبعا الشاي به فوائد ولكن بدون سكر، السكر هو اللي يسوي الأمراض، فشرب الشاي بدون سكر أفضل من شرب الشاي مع السكر، لأن السكر والملح يعتبروه الأطباء يسموه السم الأبيض، فيفضل شرب الشاي بدون سكر. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله في تجدون في قناتي موضوع جديد إن شاء الله. هذه طريقة تحضير الشاي الصحيحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.